يا ربي، ده هو. واو، هيوي الجميل، أكتر واحد معجبة بيه لحد دلوقتي. اتحركي يا مارشميلو، هو ليا أنا. هيوي، إيه الأخبار؟ هاي. أوه يا ربي. هاي، ارمي الكورة. أوش. طيب، ممكن تاخدوا استراحة، أنا لازم أمشي. أنتي وأنتي كمان. أوه هيوي، هو مش من العالم ده. هيوي تعال هنا. حل، أنا معرفش حاجة. أنا هساعدك، أنا هساعدك. لا، أنا اللي هساعدك. مفيش أمل إن أنا أنجح في الاختبار ده. اختارني أنا. لا، اختارني أنا. هيوي هو البطل، هو هيختارني أنا. لا، أنا. لا، أنا. فيو، أنا لازم أروح خلاص. إيه الإجابة؟ بص عليا، هتكون سي. فهمت، برافو عليك، شكرا. أوه، ها؟ وكفاية أحلام يقظة. أوه، جالي مكالمة. أيوة، طبعاً. إكس أو إكس أو. أهي الساحرة دي، بتخططي تسرقي حبيبي. ده مش هيحصل. لا، انتي مش هتتدخلي ما بيننا. هيوي ليا انا. هي بس خليكي هنا، اديني سلسلة. خلاص دلوقتي مش هتروح اي مكان. فاشلة. ايه؟ ازاي جت هنا؟ مين اللي فاشل دلوقتي؟ مين قفل اللوكر بتاعي؟ انتي، انتي اللي فتحتيه؟ انتي في مشكلة كبيرة، ما تتدخليش في خططي. ها؟ ميس تومسون جاية. اوه، طاقة إيجابية، برافو يا بنات، قد إيه ده جميل. مش هتفلتي من اللي حصل، بره. يا ترى إيه اللي جوه هنا؟ اوه، لزق سلايم، فكرة رائعة. محدش هيقاطعني؟ جميل، عملت أكتر جلو مقرف مخصوص لكور الفار والبينك بتاعتها. أدائك هيكون رهيب. أوه، هاي، يوم رائع جدا. أنا وهيوي أخيرا هنكون سوا. هنشوف الموضوع ده. ما تنسيش كور الفار بتاعتك. صح، شكرا. لا لا لا. مين البطل؟ هيوي البطل، هو الأفضل عندنا، صدقوني. خلي بالك من كورك، هو سجل هدف. ايه الشيء القذر ده؟ أنا كسبت وإنتي خسرتي، فاشلة؟ ده محرج أوي. ليه الدنيا ظلمة كده؟ فيو، أنا لازم أهدأ، أنا هسمع موسيقى هادية. لا 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 لا، يا ربي. أوه لا، صورتي، البنت اللي متدلعة دخلت هنا كمان. خلاص كده، مش هتقربي من هيوي بتاعي، أنا ههزمك. أوه لا، دي نشرت الصورة. لا، خلاص كده هنتقم منها. شفت الهدف بتاعي؟ طبعا، ده كان احلى هدف يا صاحبي. هي هي هيوي، اهلا، انا هنا، بص عليا. هيوي هيوي هيوي. واو، هي يا جميله. يو هيوي، انا مبسوطه اني شفتك. لو سمحتي ممكن أعدي؟ ها، انتي دايما بتقفي في طريقي. اوبس، كوك. الغدا خلص. يوي، انا ممكن احل مكانه يا حبيبتي.
لا، ما تبقاش موهوم. لا لا لا. هي يا أختي، أنتِ فاشلة على أي حال. متأكدة؟ استني لحد ما تشوفي ده. فاشلة. الضربة ما جاتش. دلوقتي ضربة مزدوجة. ما جاتش تاني. يمكن لأ. هطلع السلاح التقيل. قنبلة بام بام. لأ لأ لأ. ابتسمي، كنا على الهوا مع بعض. هي يا جمهور، ايه رأيكم في المقلب؟ أعرفكم على أختي، هي مش عاجبها الموضوع قوي. أنا بكره جليتر البينك. ده كان أنتي؟ برافو، انفجار مبهر. فاشلة؟ النرد المثيرة للشفقة دي مش ممكن تضحك عليا. فاشلة كبيرة. ها؟ ودعي تليفونك. لا لا لا، أرجوكي لا. الفاشلين وهما بيعيطوا بتكون أحلى حاجة تتفرجي عليها. أوه يوي، أنت مضحك قوي. أوه أنتي، أنا ههزمك. آه عندي فكرة. أوه حبيبتي، أنا بحبك. إيه اللي هناك؟ إيه يوي، هاي. إيه اللي بيحصل؟ بتعمل إيه؟ تحب نتمشى؟ إنتي غريبة شوية، التفاصيل مش منطقية. إزاي معاكي بوم بوم سودا بدل بينك؟ آه دول مش ليا، في حد اداهم لي. آها مش مهم. أوه حبيبتي، لازم أمثل شوية، أنا حاسة إني تعبانة. أنا مسكتك. أوه يوي، ده مستحيل يحصل. يلا بصلي، مش ممكن تهرب من الحب. ساعدوني. إيه اللي بيحصل؟ أختي إزاي تعملي كده؟ هو أنتوا اتنين؟ نبعنا حرب. قبلت التحدي. الجولة الأولى. أو أيوة أنا كسبت. الجولة الثانية. أنتي بتلعبي مع الشخص الغلط. ابعدي عني. أوتش. أنتي، أنا ما عملتش حاجة غلط. يا ربي أنتي رهيبة. كفاية، أنتي ممكن تمشي. أما بالنسبة لك أنتي أسوأ طالبة في المدرسة، سلوكك مش مقبول. استني، وأنتي كمان، أنتوا واجهين لعملة واحدة. على المكتب دلوقتي حالا. خليكوا هادين. مفيش مشكلة يا ميس تومسون. بصوا. ها؟ طيب المباراة الكبيرة بكرة. ها؟ وده معناه إن أنتوا لازم تتحالفوا في أسرع وقت. اشتغلوا مع بعض. ده واضح؟ طبعاً. قوموا وقفوا. إحنا بنشجع الفريق رقم واحد. اتحركي، ده روتيني أنا. كفاية. أوه، مشجعتي الأولى والوحيدة. لازم نكون مع بعض. أيوة، هو ده اللي هيحصل. أنا عندي خطة تانية. إيه اللي حصل لك؟ أنا أقدر أساعدك. إحنا قابل مثالي. أوه، ده لطيف. أنتوا جاهزين؟ دايماً. أوبس، هدنة؟ موافقة. فيو، أنا عطشانة. أوكي. في تلك؟ شكراً. خلينا نبرشوز أختي شوية. مسحول حكة. شوية صغيرين على كل حاجتها.
لطيف. بنات جاهزين خلاص؟ أوه رباط الشوز مفكوك. طيب أنا هدخل. باي يا هيوي. باي يا هيوي. هدنا؟ أوكي. استني عندي هدية ليكي. اتفضلي. أوه شكرا. لبس جديد؟ شكلك رائع. أنت جاهزة للطلوع على المسرح. ليه أنا حاسة بحاجة؟ أنا لسه واخدة شاور. طيب أنا جاهزة. أوه دي فظيعة. أعمل إيه؟ يا ربي حاسة بتلج. رجلي اتجمدت. سنيكر غبية. انتي السبب وانتي كمان. اوتش راسي. مش معقول حبيبتي. ها يوي انت بتكلمني انا؟ لا بتكلمني انا؟ ده انا. لا انا داكوتا. انا بحبك. اوه تخرجي معايا؟ ايوه. ايه مش معقول صح؟ طيب دي كانت مفاجاه. اعمل ايه معاكم يا بنات؟ مفيش فايده فيكم. انتوا تستحقوا العقوبه. انتي سيئه وانتي كمان. ايه انا مش بحب ده. انا كمان. انا همشي. اوكي. ها ايه البوسترز بتاعتهم في المكان كله. انا عندي فكره. بحرص هنقطع ونلزق. ده كمان افضل من الاصلي. انتي رائعه. انا هديكي الصوت بتاعي. لطيف جدا منك. الخطه نفعت. واو خلاص كده التاج. واو ده بيخطف الانفاس. هاي شيلوا ايديكم. التاج ده بتاعنا. ده فلافي قوي. او لا التاج بتاعنا. مفيش ريش. اسف على المقاطعه لكن الفائز هياخد التاج بعد المسابقه. ده هيفضل هنا دلوقتي. ده مش عادل. هما بيعملوا ايه؟ احنا هنا علشان الفساتين. واحنا كمان الفستان ده بتاعي. بنات مفيش خناق. اللي الفستان هيجي مقاسها هتاخده. طيب لأوضة القياس. وقاحة جدا. أعتقد إنه مش مقاسي. مش معجبة بيه. مش حلو. أعتقد إنه مش مقاسكم. هنشوف شكلكم هيكون عامل إيه. دي كارثة. الفستان صغير جدا. لا أكيد لا. إيه اللي مش فاهمينه؟ إيه هي الطريقة المناسبة؟ أنا عارفة. بنات دول ليكم. أكيد هيكونوا مقاسكم. أتمنى. وانتو شكرا. جالنا أصوات كتيرة قوي. طيب دلوقتي يلا نلبس. بالفساتين الرائعة دي أكيد هنكسب. متحمسة قوي. بصي على ده. أصوات كتيرة جدا. أنا جاتلي فكرة. إيه هي؟ هنفضي العلبة دي. أوبس صورة للذكرى. دلوقتي إحنا جاهزين. واو هاي ما تتحمسوش قوي. اتفضلوا بصوا صندوق الأصوات بتاعكم فاضي. مش ممكن يكون صح. اجري. نفعت. أيوة فاضي. محتاجين نجمع كل حاجة في وقت قليل. طلعي الفساتين. أو يا ربي أنا نسيت الفساتين بتاعتنا.
استخدمي خيالك. جات لي فكرة، يلا نلبس فساتين ونفسنا. مناسبين جدا، فكرة كويسة. المسابقة ابتدت، تقريبا جمعنا كل حاجة. اتحركي، خلاص ممكن نغير، احنا متأخرين. فين الفساتين؟ ايه ده؟ مفيش حل تاني، محتاجين نغير. ما تبصوش، الطعم مش حلو، لكن ما عندناش حاجة تانية. مش هتروحوا أي مكان. أوه لا، الباب مقفول. نعمل إيه؟ متزعليش، دايماً في حل لكل حاجة، محتاجة بس تفكري شوية. فكري فكري فكري، في فتحة تهوية. مين هيدخل الأول؟ شوت شوت شوت. أنتي. أنا هساعد. كلير ساعديني أطلع. احنا وصلنا مسابقة التوأم. بس ايه الدوشة دي؟ ده تخطى الحدود جدا. وقفوا دلوقتي، دي فوضى رهيبة، كلكم في مشكلة. مفيش حد هياخد التاج السنة دي. لا بلاش كده يا مدير، دي غلطتنا احنا. كلير وميري ملهمش علاقة بالموضوع. فعلا؟ طيب اهو التاج بتاعكم. اه شكرا، عمل الخير احساس لطيف. عندك حق يا اختي. ايه التاج بتاعي؟ لا ده بتاعي انا، لا بتاعي انا. رجعيه تاني. انتوا اتجمدتوا ولا حاجة؟ روحوا كلاس بي اي. ميري يلا بسرعة، انا جاية. اه الكابل قصير قوي، لكن المزيكا حلوة. مين بيطلب مني ان احنا نخرج مع بعض؟ هاي انا في طريقي. هاي كلير، تحبي تاخدي لفة؟ واو. ده كتب لي رسالة. هاي هاي ميري، ها شكلك مختلف في الصورة. بصي انا جبت مين معايا، ده بوني. مدهش، انا هجرب اركبه. مستحيل، ده مش حصان، لازم تتصرفي بذوق مع بوني. اوكي انا متأكد ان انتوا هتتفاهموا مع بعض. تحبي تصوري سيلفي؟ اكيد، زاويتي المفضلة. يلا نشوف. ايه؟ ازاي ده حصل؟ أراهنك إن أنا أقدر أرميها في سلة المهملات وأنا مغمضة عينيا. يلا في الهدف. إيه؟ أنا كمان ممكن أعملها. تيري. أوه وبس، ها جبتها. نا ها قشرة موز. كلير عادي انتي الأول، مفيش مشكلة، أنا هلف من حواليها. نجح. أوتش، الشمس جاية في عينيا، إزاي هعرف أنام؟ لكن كلير محظوظة دايما. صباح الخير، النهارده هيكون يوم مدهش، لأنه أخيراً ده يوم الماراثون. أنا هبدأ أستعد، تأمل واسترتشات حلوة. أوه أيوة أنا جاهز. اليوغا بتعمل المعجزات.
انطلق. التوأم راحوا يجروا. ما شفتش البلاعة. دولار. ده مزيف. كملي. الكلام سهل بالنسبة لك. مبروك للفايزة بالماراثون. ماراثون؟ جايزتك علشان وصلتي الأول. لا، أنا اتأخرت تاني. إيه اللي بيحصل هنا؟ كلير فاز التاني زي ما بيحصل دايماً. كلير بتحب السندوتشات لكنها بتاكلهم بهمجية. أنا لازم أصور لها صورة. ها؟ إيه؟ دي زي ما تكون عاملة بوزنج. لكن إزاي؟ عايزة حتة؟ لا. التوأم بيجهزوا للكلاس. جاهزين؟ أيوة، مصروفكم. ده علشانك يا كلير. بابا طيب وأنا؟ وإنتي هتاخدي ساندوتش. ها؟ قضوا يوم حلو يا بنات. إيه اللوكر الممل ده؟ مصمم اللوكرز؟ تعال ساعدني. واو، دهب، شكرا. استنى، دولابي محتاج تجديد كمان. أكيد. ها؟ كرتون؟ لا، أدي دولابك الجديد. هاي يا بنات. هاي يا وسيم. هاي. أنا كويسة. أنا لازم أمشي. ده كان محرج. أنا عندي ألم في أسناني. ماري أصحي. أسناني بتوجعني. أنا عارفة حاجة ممكن نعملها علشان نتخلص من السنة الوحشة دي. رسالة. أوه، عوي سنتي. لا، دي نفعت. طريقتك حلوة. مش قادرة استنى لحد ما تيجي جنية الأسنان. في ايه تحت المخدة؟ أنا لقيت فلوس. وأنا لقيت ساندويتش. على الأقل ده طازة. دي نايمة. شكلها مضحك. أنا هصور لها الصورة وهنضحك مع بعض بعدين. إيه؟ مش ممكن. هي ازاي عملت كده؟ هطلب تاكسي. $5. هي واو، يلا بينا. انا اتاخرت. هطلب تاكسي. ايه؟ $100؟ مفيش حل تاني. انتي طلبتي تاكسي؟ انا بدفع بالكارت. يلا بينا الناحية التانية. مش مهم، ده أكيد ستايلي. هاي، ما شفتوش البنت دي؟ دي مطلوبة. ما شفناهاش. دي مش هي، لكن دي هي. تعالي معايا. لا، دي غلطة. ماري، أنا عديت مستوى تاني لكن البطارية بتاعتي خلصت. ها؟ فكرة هايلة. أوبس، النور اتقطع. موبايلي بيشحن. ها؟ إيه؟ كوكيز الحظ. مكتوب فيها إيه؟
أنت محظوظة. مدهش، أنت طلعلك إيه؟ ها؟ ما طلعليش حاجة. مين ألطف كلب في العالم؟ يا بنات، ده وقت تمشيط حيوانكم الأليف. الليش بتاعكم أهو، امسكي الليش. وأكياس علشان التنظيف. لا، أنا مش عايزة أعمل ده. يلا نبدل. أوكي. أهو الليش. يلا بينا. يلا ندور على كوكيز الحظ. أنا هروح أجيب صودا. مستحيل، مفيش ورق حظ تاني. كلير جاية. ابداي انت الأول، دي فاضية. مش مهم. يامي. ايه ده؟ ورقة حظ من عبوة فانتا؟ واو. بصي، الحب جاي لعندك. مستحيل، المفروض تاكلي فاكهة أكتر. ايه ده؟ ورقة حظ تانية. انت محظوظة، دي بتاعتي، انت خدتي واحدة فعلا. اوكي، طيب. رسالة. رسالة حظ تانية. هو ده مش هيخلص أبدا؟ احنا النهاردة هنعمل أوريجامي. كرتون ملون. ورق علشانكم. كلير، مش فاضلك غير عبوة. ما عنديش مانع. وروني عملتوا ايه. طيارة؟ حلوة قوي. عربية كرتون؟ كلير، دي مدهشة. ماري؟ مبتكرة جدا. بابا لسه ما فطرش، أنا هعمل الفطار. بون أبيتي يا بابا. شكرا يا حبيبتي، أنا كمان بعرف أقلي البيت. بابا، ما تزعلش مني. يا بنات، لو سمحتوا طلعوا المهملات بره. شكرا. الكيس اتقطع طبعا. انا اصلا مش هخرج بره. باي مهملات. انت بتعملي ايه؟ ها؟ رمية حلوة. ازاي ده ممكن؟ القهوة المنعشة بيكون طريقة هايلة لبداية اليوم. واو، حلو، أنا هشرب قهوة. إيه؟ ها؟ حبوب وسكر؟ ليه؟ في مية أهي. فات الأوان، أنا هشرب قهوة على أي حال. ده الوش الحقيقي لإدمان الكافيين. الباب مش راضي يفتح. أوبس. جربي انتي. اتفضلي. عايزة شيبس؟ لا شكرا، أنا معايا علبتي. دي أكبر من بتاعتك. ها؟ عبوة تانية؟ وعبوة أصغر جواها؟ وواحدة كمان أصغر؟ هو في كم واحدة هنا؟ عبوة صغيرة؟ فعلا؟ طيب، أنا هاكلها على أي حال. حجر ورقة مقص. أنا فزت. تاني. جربي وأنت مغمضة عينيكي. روش شامبو. أنت خسرتي. أوكي، أنت بداي الأول، أنا هلعب بعدك. ورق مقص. أو لا، إيدي. مفيش فايدة. أنا عندي ليكم مفاجأة. في ساحر حقيقي موجود هنا. أهلا. مين تحب تكون مساعدة ليا؟
أنا. اتفضلي قطعة دونت. في الهدف. واو. برافو. متطوعين تاني؟ أنتِ؟ أوه لا، أبداً. ما فيش فرصة. ما حدش ما قدرني. شكراً على عرضك. أنا فاكر لما كنت طفلة صغيرة. اتفضلي هدية من سانتا. واو. وادي واحدة تانية. أنا حاسس إن أنا كريم النهاردة. أنا بحب كريسمس. سانتا، فين هديتي؟ أنت فاكرة إن سانتا مش هيعرفك لو غيرتي هدومك؟ أنت خلاص أخدتي الهدايا بتاعتك، ما تبقيش طماعة. أوه ولاد الأيام دي. هدايا؟ في واحدة ليكي، اختاري. أختار دي. في إيه جواها؟ مش قادرة أصبر علشان أعرف. بابت، أنت طلعلك إيه؟ تيك. إيه المفاجأة دي؟ أنا هشتري تذاكر لوتري. اتفضلي. دي التركيبة الكسبانة. حظ وحش. ما تحصل. كلير، لازم تجربي. اعملي اللي عليكي. واو، اشتريت تذكرة كسبانة. فعلا مبروك. جايزتك. أنا اللي دفعت ثمن التذكرة، فالجايزة بتاعتي. أوه لا، يا فلوس ما سيبنيش. فيهو، جمعتها كلها. دلوقتي مش هتروحي في أي مكان. هي الامتحان بكرة، أنا لازم أذاكر. بتضايقيني ليه؟ أنا هقوم أستمتع. مش مهم. أنتِ هتفضلي هنا؟ أنا رايحة حفلة. ماري فضلت سهرانة طول الليل علشان تذاكر الامتحان، وكلير استمتعت جدا. يلا بينا نبدأ. لكن مش الامتحان، كل الناس هتاخد A بلس. هاي كنت عارفة. لا، كل التعب ده كان على الفاضي. وقت السيلفي. ايو، هي دي حباية؟ ايو، يلا بينا نغطيها. دوري. طيب، اوه واحدة تانية. فظيعة جدا. وشي ها؟ شكلها مش وحشة قوي كده. أنا هسيبها بالشكل ده. إيه؟ وقت الصحيان. بدري جدا. أنا هنام شوية كمان. بطل رن. أو صباي، ده بيوجع. أنا عارفة. نظارة وكاب. أهلا يا صديقي، ده مفيش حد منحوس أكتر مني. الشبس خالص مني، أنا هفتح كيس تاني. وسودا. حلو. وهاكل موزة صحية. أظن كده كفاية. إيه؟ حساسية؟ ليه؟ أنتِ عندك حساسية من الموز؟ مفاجأة يا كلير. أنا صورتك لبراية أختي.
اتفرجي. أو يو، أنا ما اتأذتش. بصي. ميري أختي، أنتي ليه مش بتصحي؟ أعتقد إن أنا هفضل هنا فترة، الأفضل إن أنا أنام شوية. ياي، أنا أخيراً صحيت، حاسة بإحساس غريب. هيعدي. إيه؟ هو ده جسمي؟ مين بيزعق؟ ميري، أنتي صحيتي، أنا هكلم الدكتور. استني يا كلير، معجزة حصلت، أختي صحيت. قصدك أختك اللي في غيبوبة؟ أنت فقدتي عقلك. لكن إزاي ده حصل؟ شبح! كلير، ما تزعقيش، لازم تساعديني أرجع جسمي تاني، اتفقنا؟ حاولي تبدلي جهاز التنفس. منفعش، يلا نوحد التمام بتاعتنا زي آخر مرة. قرار كويس، المفروض ينفع. منفعش، أنا فكرت في طريقة تانية. أنا هرجع تاني لجسمي. أوه يا ربي، استعدي يا جسم. ميري، أنتي فين؟ أوتش، إيه؟ محل؟ أنا مش كاتبة شوبينج في ليست الحاجات اللي هعملها النهاردة. ما تعملش كده، ممكن تحتاج عضلات كمان. بسرعة، عربية كاملة قبل ما نقفل بخمس دقايق. هما مش شايفيني. هو أنا هيدفع لي على الأوفر تايم؟ مش معقول. ميري، الخطة دي فشلت. نعمل إيه؟ أو يا ربي، في إيه؟ هو ده بتاع مين؟ ملاك متدرب؟ ده معناه إيه؟ واضح إنه هنا. أوبس، اللفة كانت قوية شوية. هاي، أنا ملاك. إنتي فاكرة آخر مرة؟ أنا ملاك طيبة، أهي لست بالأعمال الصالحة، لو كملتيهم كلهم هتقدري ترجعي جسمك تاني. أول أمر هو إنقاذ بنت من التنمر. كله تمام. مش كويس، مش كويس. البنت اللي اسمها ميري كويسة أوي في إنها تكون شريرة. ودعي التوأم بتاعي، هتكون ليا قريب. انتوا بتبصوا عليا؟ امشوا من هنا. هاي بن. هاي مس فاشلة. خلاص كده يا متنمر كبير، انتي هتعملي ايه؟ اوتش، ما شفتش الباب؟ هايل. يلا يا ميري، هي بتمطر كتب؟ ساعدوني، مين اللي فاشل دلوقتي؟ شكرا يا كلير، انت شجاعه قوي، اقل حاجه ممكن اعملها. اول مهمه تمت، بعد كده المهمه التانيه، هتساعدي طفل. كله تمام، التوأم للإنقاذ. إيه الريحة دي؟ في ملاك كانت هنا. ده بيوضح كل حاجة. اللعبة بتاعتي اتأذت. مين هنا؟ فين المريض؟ أنا كلير، دكتورة لعب. الشاب المسكين ده هيتصلح في وقت قليل قوي. بصي على أم 44 المقرفة دي. طيب أوكي، دي غلطتي، المفروض نساعد بدل ما نخلي كل حاجة أسوأ. أنا هصلحه. خلاص. بلاش نخوف الطفلة. حبيبتي، بيكاتشو بتاعك بقى كويس وبخير. بصي، بيكاتشو بتاعي. برافو. برافو علينا، نجحنا، إحنا فريق الأحلام. أوبس، أنا اتزنقت، حد يساعدني. ثانية، إحنا هنطلعك بالطريقة دي.
أنا همسك الملفات بتاعتك، أنتي بتاعتي دلوقتي. أنا مش عايزة أروح مع الشيطانة، أنا هلاقي حل. سيبي العميلة بتاعتي، اجري يا ماري. أنا مديونالك يا ملاك. باي، حظ سعيد. بصي هناك، مفيش حاجة. أنتي فهمتي المهمة غلط. بطلي تزعقيلي، البنت المجنونة في المحل مش في الشيفت بتاعي تاني. احنا هنطلب مساعدة لو سمحتي. عندك أي كلاب للبيع؟ كلب أكيد، أهو كلب رائع. احنا محتاجين كلب حقيقي. أكيد طبعا، ثانية واحدة. بصي شكله واقعي جدا. اجري هاتشيكو. هاي اشتريني. لا مش ده اللي انت عايزاه. محتاجة كلب أصغر. لا واحد تاني. ايه رأيك في أكل كلاب؟ لا طيب في الحالة دي أنا مش عارفة أساعدكم إزاي. لازم تروحي محل للحيوانات الأليفة، ده ممكن ينفع.